مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. موجة غضب جديدة تجتاح عدن بعد استشهاد الجريح أيمن إقبال واحد ذا 21 عاما بعد معاناة من الإصابة التي تعرض لها في التفجير الانتحاري الذي استهدف بوابة القصر الرئاسي في المعاشيق في 28 من يناير الماضي. ناشطون وإعلاميون قالوا إن الشهيد إقبال تعرض للإهمال ولم يتم العناية به، متهمين الحكومة بالتقصير في حق من ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن وعدم تسفيره للخارج أسوة ببقية الجرحى مما أدى إلى استشهاده. ويعتبر إقبال سائق أول مدرعة تدخل قصر الرئاسة في منطقة معاشيق وتحرره من الحوثيين، ثم عمل بعدها في حراسة القصر الرئاسي حتى أصيب بالتفجير الانتحاري الذي استهدف البوابة. إذا مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل ولنعرف الكثير حول ملف الجرحى في مدينة عدن، هناك كثير من الشكاوي حول أن هناك تقصير من الحكومة في معالجة هذا الملف. تنضم إلينا من عدن مراسلتنا من هناك ابتهال الصالح. ابتهال، مرحبا. مساء الخير. بداية ابتهال، لو تطلعينا على آخر أخبار الاحتجاجات في مدينة عدن حول ملف الجرحى. الأمس كان يوم دامي للأسف، فكان هناك اشتباكات اندلعت منذ عصر يوم أمس، كان قاعد هذا يعني نتيجة توفي الشهيد إقبال أيمن إقبال. للأسف أيمن إقبال الذي عانى كثيرا قرابة أكثر من 40 يوم وهو جريح في إحدى مستشفيات عدن الحكومية. الأهالي ناشدوا الجهات المختصة، ناشدوا الرئاسة، زملائه ايضا من الجرحى من الجنود الذين كانوا معه ايضا ونقوا من الحادث، ناشدوا الرئاسه، ناشدوا الجهات المختصه، مكتب الصحه، ولكن للاسف يعني باءت كل مناشداتهم بوعود بانه سيتم يعني تجهيز طياره لاسعاف الجرحى من الحالات الحرجه التي لابد تفكيرها على وجه السرعه. للاسف يعني الموت سبق الوفاء بهذه الوعود. امس معظم من خرجوا كانوا من زملائه الذين كانوا في بوابه قصر معاشيق، كانوا محتجين وغاضبين بسبب انهم تاخروا في نقل ايمن. كانت قبل فتره ايضا حدثت اشتباكات يعني تتحمل نفس الاسباب، كانوا يطالبوا بتكفير الجرحى وعلى راسهم ايمن. انتهت الوساطه ما بينهم ما بين الجهات الرئاسيه بانه سيتم يعني النظر في موضوع الرواتب والمستحقات الماليه، بالاضافه الى انه كان من اهم نقاط الاتفاق انه سيتم تسفير ايمن على وجه السرعه، ولكن للاسف لم يفوضوا وعودهم. ربما هناك كانت تظهرت يعني اشكاليات او اشياء عاقت تنفيذ الاتفاقيه التي قضت بتسفير ايمن، هو كان المشكله الاكبر والتي ادت الى انفجار الوضع امس مره اخرى. إذا هذه الحادثة تدفعنا أيضا للتساؤل عن وضع الجرحى في المدينة، في مدينة عدن. ابتهال، ما هو وضع الجرحى حاليا في مدينة عدن؟ للأسف يعني الجرحى عددهم كبيرة جدا، في حالات يعني يستحيل معها الشفاء والعلاج داخل عدن. معظم مستشفيات عدن مدمرة، وحتى التي أعيد بنائها وتأهيلها بالتعاون مع الهلال الأحمر، يعني مدوهم بالأجهزة بالأدوية، ولكن أغلب الكادر الطبي الأجنبي الخبير الذي كان متوفر بالذات للجراحات الصعبة مثل جراحة العظام، المخ والأعصاب، الجراحات الدقيقة، كانت عدن تتميز أن لديها كادر كبير سواء من المحلي أو الخارجي. المحلي للأسف بسبب الظروف والحرب والوضع الاقتصادي للناس وتدمر أغلب المستشفيات وإقفال أغلب المراكز الصحية سافروا من عدن إما لصنعاء أو محافظات أخرى أو خارج اليمن. ناهيك عن الكادر الأجنبي الذي كان متوفر أيضا في عدن بسبب الأزمة أيضا غادر من عدن. عدن الآن تفتقر إلى كادر طبي يعني خبير ممكن أن يعالج مثل هكذا يعني عمليات جراحية دقيقة. أغلب الجرحى يعانون من مشاكل في العمود الفقري أو في الرأس أو في أماكن حساسة، إذا لم يتدارك العلاج بشكل فوري وسريع قد تسبب إعاقات إن لم يموتوا يعني. وهنا يأتي دور الحكومة ابتهال. وهنا يأتي دور الحكومة، يعني هل فعلا ملف الجرحى كبير جدا ومعقد بحيث لا تستطيع الحكومة حل هذه الإشكالية، أم أن هناك كما يقول البعض بأنه إهمال وتقصير من الحكومة حيال هذا الملف؟
أنا لا أستطيع أن أقول أنه إهمال أو أنه الملف شائك وصعب لدرجة أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل له شيء. أعتقد أن الحكومة والجهات المختصة في اللجنة العليا للجرحى أو الإغاثة هي من سترد يعني ستضع حلول لهذه النقاط التي يتم دائما ما تتردد. الكل يسأل، حتى نحن كصحفيين وإعلاميين نسأل، هل المشكلة باتت صعبة لدرجة أن الدولة ودول التحالف ولا تستطيع أن تعمل حلول جذرية للجرحى على الأقل من العسكريين الذين كانوا في الميدان، يعني ولو رد اعتبار بسيط أو تكريم بسيط أن يتم علاج هذا الجريح الذي ضحى من يعني بنفسه من أجل استعادة الشرعية لهذا البلد. ولكن لا نعرف، قد يعني توجد حاجات ما نطلعش عليها نحن كعدانين أو كمواطنين عاديين. هناك مواضيع، هناك إشكاليات كبيرة يجب أن تضع لها حل الحكومة. نحن كنا نتمنى أن تظهر الحكومة أو من يمثلها بمؤتمر صحفي يوضح للناس حقيقة الأمر بالضبط، ما هو الذي يجري في عدن، ما هو الذي يجري في ملف الجرحى، ما هي الأسباب حتى نستطيع يعني أن نبني كلامنا أو تصرفاتنا أو نقول أن هناك تقصير أو لا يوجد تقصير. ولكن الموضوع كله عائل، لا نوجد، كلها تسريبات، كلها تصريحات من جهات غير مخولة. نعم، لا توجد جهة شجاعة تقف وتقول ما هو الحاصل بالضبط. هناك أيضا جهات دولية ابتهال دعمت القطاع الطبي داخل مدينة عدن، لكن هل أيضا تشكل غياب الكوادر إشكالية كبيرة، إلا أن هناك في نفس الوقت هناك أجهزة تستطيع أن تمارس الكوادر الموجودة حاليا في عدن عملها في معالجة الجرحى؟ بالتأكيد هناك أجهزة، يعني دول الخليج دعمت بها المستشفيات في عدن، ولكن أصبح يعني العرض اكثر من الطلب كما يقولوا في سوق الاقتصاد. اصبح عدد الجرحى كبير جدا، لا زال الى اليوم تسقط جرحى، يعني ياتوا من باب المندب، ياتوا من جبهات اخرى خارج عدن، ضحايا الالغام ايضا. الى اليوم لم تنتهي اله الحرب ولا نستطيع ان نقول ان عدد الجرحى وصل الى هذا العدد. فبالتالي يضعوا عليه دراسات وخطط بحيث انهم يعني يعرفوا كيف يستوعبوا هذا العدد وكيف سيتم علاجه وغزولا لهم. الى اليوم ولا زال الجرحى يتوافدون الى المستشفيات، الى اليوم ولا زال يعني العدد في تزايد، ولكن هناك في حالات تستدعي التدخل السريع والفوري والعاجل. نعم، لكن ايمن تفضلي. نعم، أيمن كان ضحية التأخر، أيمن له 40 يوم، يعني من نهاية التفجير كان على بوابة معاشق تقريبا في 28 يناير، إلى اليوم أكثر من 40 يوم، يعني 40 يوم لم يستطيعوا أن ينقلوه إلى خارج البلاد لكي يتم علاجه. يعني هناك أشياء تحصل لا نستطيع أن نفسرها ولا نريد أن نلقي اللائمة على أحد، ربما هناك أشياء لا نعلمها نحن، ولكن لازم بالحديث عن اللائمة توقف وتتبرر. بالحديث عن اللائمة، بالتأكيد يجب أن تكون هناك جهات داخل الحكومة مسؤولة عن ترتيب وضع الجرحى، من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية؟ الكل يتحمل مسؤولية، وزارة الصحة تتحمل مسؤولية، اللجنة هناك لجنة عليا شكلت لأوضاع الجرحى تتحمل أيضا مسؤولية، الحكومة أيضا تتحمل مسؤولية، وزير الصحة يتحمل مسؤولية، هي منظومة، لأن الجرحى للأسف أصبح الكل يعلق عليها شماعة. في الحرب كانت ربما تدر دخل ومعونات كبيرة، فالكل حتى منظمات المجتمع المحلي كانت تشارك في حصر الجرحى والشهداء، يعني أصبح الموضوع غير محدد، غير واضح، لا يوجد له طرف ممكن تقول أنت المسؤول، الكل شارك في المسؤولية، ولكن وقت الجد الكل انتزع يده، يعني كل واحد يرمي المشكلة على الطرف الآخر. نعم. هذا أنا أقول يجب أن تظهر جهة حكومية مخولة تقول ما الذي يحدث بالضبط وعلى من تقع المسؤولية، بحيث يعني استطيع حتى أهالي الجرحى التخاطب معهم. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا من عدن ابتهال صالحي، كنت معنا عبر الهاتف. إذا مشاهدينا، الموضوع الثالث في هذه الحلقة هو